مدى الحوايج ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديده. الفيديو تاع اليوم تحت الطلب نتاعكم انتم اللي طلبتوه مني راح نبارطاجي معكم. خرجت برا درت الغداء درت العشاء وراح نعطيكم واحد النصائح وثاني تاع الريجيم كيف راني متبع وكيف راني ندير سبور. تبع من الاخر دوك تشوفوا كلش خاصه اني بعد ما ديت التبهديله من عند الزوج تاعي تراكي سمينا ديري الريجيم لا عليناك نحكيو في الفيديو. السكر طاح لي. اللي راه جديد معنا مرحبا بك في اللمه تاعنا. مالك غير دير ابوني جامشي لحك جديد حبوباتي معليكم غير ديروا جام وخليوا لي كومونتير هكا باش نعرف الراي. لهنا غير ما نص صباح خرجت راح ندير وراقي. جبت الوراقي تاع البوراك حبيت ندير لهم بوراك. درنا الغداء عدس مع البوراك. خلي بالكم باللي العدس درك راهو في عرض الشوربه باللحم ولا غالي غالي بزاف ولا غير غلات الدنيا ربي يكون في عون كل واحد. لهنايا سخفوا على البوراك قلت ما يكون غير خاطرهم ندير لهم بوراك. مالغري ما كانش بطاطا بزاف غير حبيبات تاع بطاطا ما شريتش شريت غير ديول تاع البوراك. المهم لهنايا درت البطاطا درتها بتتبيله سامبل خلاص مختصر راح نقدمو مع العدس. درت فيها غير الهريسه وشويه فلفل الكحل وملح وصاي مع البطاطا تاعي بعد ما شرشمتها وربزتها. وكما راكم تشوفوا قصه الديول تاعي كامل على ضربه واحده باش ما نتعبش فيهم. ولهنا درت البطاطا غير شويه برك وكثرت من الفرماج باش هكا كي ياكلوا يجي الفرماج كثر ما حبيتش يلقاو غير البطاطا. وبعدها غلقت بالبطاطا ولا تغلقوا بالفرماج باش ما يتحللكمش خلاص. البوراك تاع اليوم صحاب الريج صحاب الريجيم ولا اللي مرض بالكوليسترول عافانا الله وعافاكم وربي يشفي المرضى. اللي يخافوا من الزيت جبت لكم هذه المقله الهوائيه انا جربت فيها شوفوا النتيجه يا طوب يا البنات واو. البوراك تاكلوه بنين مقلي مقرمش بلا زيت حاجه طوب. انا عجبتلي مت بالفرحه ما ماما عجبت لها خلاص. شوفوا لهنايا حكمت بعد ما درت البوراك نتاعي دهنته بالزيت من هنا ومن هيت. قادر تدهنوه بزيت زيتون ولا قادر ما ديروا فيه والو. انا حبيت ندير فيه شويه زيت باش يجيني بنين. فوالا شوفوا لهنايا كيفاه درتو دهنته كامل بالزيت من هنا ومن هيت وستفتو في الكسكاسه هذه. انا نقولها كسكاسه باش نحطوه في المقله الهوائيه. المقله الهوائيه هذه تقلي بلا شي زيت يا البنات واو طوب صراحه. يعني صراحه انا كي نقول لكم طوب يعني راي طوب. شوفوا لهنايا حطيت البوراك نتاعي ودرت لها الوقت يعني ديروا الوقت قد ما تقدروا وتقدروا تحلوا تطلعوا لها يعني ماشي كي تفوتوا تحطوها صاي لا لا تحلوا الوقت اللي تحبوه. شوفوا لهنايا حليت عليهم باش نضرب طله. شوفوا كيف راه محمارولي قلبتهم يا البنات قلبتهم باش يطيبوا لي على الجهتين ملاح. ومن بعد بقاو لي شويه من الديول تاع البوراك وعندي شوفوا الديول بقاو لي من تاع البوراك وعندي العسل من تاع المقروض وعندي الحشوه من تاع قلت والله غير نحشيهم بالحشوه تاع البقلاوه. درك تشوفوهم كيفاه يجيو يجيو بنان ويجيو يقرمشوا ما حطيتهمش كيما هاك. قلت مادام درت شويه بوراك وبقاو لي شويه ديول خلي ندير حاجه معسله حلوه. فوالا لهنا جبت الديول كيما شفتوا درتهم على شكل مثلثات. شوفوا الشكل كيفاه حطيت هذيك الحشوه تاع البقلاوه كاوكاو والسكر وما زهر والدنيا كو على بالكم ودرتهم على شكل هذا مثلثات. قصيت هذاك الزايد باش ما يجينيش بشع. نعتذر على الصوت عندنا خدام في الدار الصوت راهو يدقدق بزاف. المهم لهنا كيما راكم تشوفوا طابلي البوراك نتاعي. شوفوا جاي شهي البنات وجاي قرمش واحد تقرميش ما نحكي لكمش الصراحه والله جاي قرمش وبنين وبلا شي زيت. هذه الحاجه اللي طوب انه بلا شي زيت. ما تخسري الزيت تاعك ما تخسري الصحه تاعك. صحاب الريجيم راكو درتوا لافير. شوفوا اللي بلا شي ريجيم غير ما كان له هذه راح نبارطاجيها معكم. اللي بلا شي ريجيم ما كان له تشريوها خافتي خليو لجماعه الريجيم الكميه ماهيش بزاف على الاقل يشريوها غير جماعه الريجيم هما اللي راح ديروا لافير. شوفوا لهنا مام هذو درت لهم هكا شويه زيت وحطيتهم وكملتهم على البوراك اللي بقى لي. يعني البوراك ما طيبته على دفعتين يا البنات. فوالا شوفوا راهي كبيره هذه هذه تاع عائليه كاينه الكبيره عائليه وكاينه صغيره. شوفوا البوراك نتاعي كيفاه جا. اذا قدرت درك نخلي لكم الصوت تاع القرمشه كيفاه تجي. شوفوا كيفاه جا صدقوني يقول طيب في الزيت بلا زيت بلا شي زيته غير مدهون ما يجي يسيح منه الزيت ما يدور عليكم قلبكم لا والو. وشوفوا لهنا صنصة هذه كيفاه جات جات واو حتى هي جات حمراء. جبت لها عفوا العسل تاع المقروض كيما قلت لكم شويه في ظلم البوراك وشويه في ظلم المقروض وشويه في ظلم البقلاوه وهي ماشيه. فوالا شوفوا لهنا حطيتهم في الزيت في عفوا في العسل. العسل شويه دافيه برك وهما سخونين وخليتهم ما خليتهمش يطولوا بزاف. شوفوا الفيديو تاع اليوم راح نبقى غير نقطع في الصوت الحس يا البنات ونهضر بالعقل خدام في الدار. ليسونسيال البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت لي وطاب لي البوراك جاي شهي درك نقص معاكم. شوفوا كيفاه جات درك نخلي لكم شويه الصوت. وهذا هو العدس الله الله العدس فيه قلت لكم كل شغله خاصه العدس ما فهمتوش حكايه العدس علاه يغلى هو والدجاج راهم طايرين في السما. المهم لهنا كيما راكم تشوفوا كملت سيبا كملت كلش على بكره
قلت لكم الحس، قلت لكم الحس. شوفوا هنا يا جيل تاع البوراك، شوفوا كيفاه جاوا كي قطعتهم، جاوا هايلين ويقرمشوا يا البنات، والله صدقوني طوب. شوفوا جاو حمر بلا زيت والبنه ما نحكي لكمش، يعني تشاكيت انا على الاول قلت ما كانش منها اواه، يجوني كيما تاع الفور هذوك السانطين الباسلين، مي في الاخر جاوني طوب، ما يبانوش خلاص، جاو يقرمشوا يقول مقليين. انا يا من الصدمه راني قاعده غير نقول لكم طوب طوب. ها 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 الحس ليسونسيال. الفريتاز هذه راهي من عند لاكازا دالجيري، هذه تاع 5 اطرات الكبيره ب 16190 التوصيل مجاني، وتاع 3 اطرات ونص غير ب 15190 والتوصيل مجاني، يعني 1.5 مليون. فوالا يعني راهي هايله بزاف، نخلي لكم النيميرو تاعها، وطيب بزاف حوايج، تقلي قليت فيها البطاطا، درت فيها الدنيا كامل، هايله لصحاب الريجيم. انا حاليا راح نعتمدها، يعني كي ندير ليا ندير لهم حتى هما، منه نقتصد في الزيت وفي نفس الوقت ناكل معاهم. يا اخي حنايا كي نديروا الريجيم نتشهاو نشوفوهم طيبوا، هذيك نحبوا ناكلوا معاهم. ليسونسيال هايله بزاف خاصه لصحاب الريجيم ولا للدار، يعني ماشي غير للريجيم. شوفوا الكراس هذه لهنايا، هذه تاع الرز تاع بالشوفان والرز، حبيت ننصحكم بها، يعني اللي راهم دايرين الريجيم كل ما تجوعوا كلوا وحده منها. هذه تحس لكم باللي شبعتوا، يعني تنقص لكم هذيك نتاع تبغيو تاكلوا تاكلوا تاكلوا، كي تجوعوا ذوقوا منها تحسوا بالشبع. شوفوا لهنايا ما معلاش هي لهنايا، حبيت ندير لهم بطاطا مقليه ومع سكالوب شويه حوايج مع شويه حميصه. لهنايا نقيت البطاطا تاعي مليح، ملحتها هذا ما كان، وحطيتها لهنايا في المقله هذه الهوائيه. فريتاز هذه هايله بزاف كما قلت لكم بلا شي زيت، غير تخيروا برك درجه الحراره، كلش مكتوب، يعني تحبي طيبي دجاج مكتوب، تحبي تقليلي فريت مكتوب، تحبي طيبي مادله مكتوب، كلش فيها مكتوب. الا انا حطيت الفريت تاعي قاعد يطيب، وجيت لهنايا نقطع الزدر تاعي، لهنا قطعته شرائح صغار يعني رقاق ماشي صغار، وتبلته بتتبيله سهله مهله، ما حبيتش ندير له تتبيله مخاطرش، يعني انا يعني ريجيم كما قلت لكم. وعلى بالكم بلي سكالوب مليح خلاص للريجيم، يعني مليح كي ديروه مشوي بلا شي زيت. شوفوا لهنايا حكمت شرحته مليح، رشيت عليه شويه من الملح، درت عليه شويه من الثوم، يعني رابيت عليه شويه ثوم، ودرت عليه شويه من لي زيبيس، ديروا واش تحبوا لي زيبيس اللي تحبوا، لي سونسي لي زيبيس سمبولي. المهم لهنا شوفوا حكمت حليتهم كما بالطريقه هذه، شرحتهم وداويتهم كيما هك، ودرت عليهم شويه ثوم. ومن بعد يا البنات كي كملت باش يتبلوني يتبلوا لي منا ومن هيت، واش درت حكمت حطيتهم فوق بعضهم، يعني الجهه اللي مش متبله حطيتها فوق الجهه المتبله، خير من لا نقلبهم ونزيد نتبلهم من هيت. الطريقه هذه يعني عمليه براتيك على الاخر، شوفوا كيفاه جات، يعني هكا في دقيقه باه تكملوا ما تديوش الوقت. من جهه اخرى فتحت غسلت الفلفل تاعي نقيته وبقيت نقي فيه، ما هو قلت لكم حابه ندير به حميصه. شوفوا راح تجي واحد الحميص بلا زيت بلا خل بلا والو، صدقوني غير بنينه، انا عجبت لي كراف، عجبت لي هايله. شوفوا حكمت لهنا قصيت الطوماطيش تاعي، درت حبه طوماطيش قسمتها على زوج، ولهنايا حكمت الفلفل تاعي قصيته، وراح نحطوه في المقلاه هذيك الهوائيه، يعني غير نستنى البطاطا تقلى نقلي الدجاج، عفوا نحط الدجاج تاعي يطيب ومن بعد نحط هذا الحميص هو الاخر. شوفوا لهنا لي فريت تاعي كيفاه جاولي، شوكيت يعني كي شتهم بلا شي زيت، يعني ما يعني اختراع تاع الله يبارك ما شاء الله. هذا واش نقول خاصه لصحاب الريجيم، بصحتنا بصحتنا ولا بلاش صحاب الريجيم بصحتكم يا رجال، ما تزيدوش تشرب الزيت بزاف خاصه للقليان. شوفوا لهنا تقليو فيها الحوت، تقليو فيها الدنيا كامل خاصه الزيت، يعني حنا يكون ملحوش اطره ونص ما يبردش قلبنا، ومن بعد كي تفوتي تقلي بيها مره زوج صايت تزيد لك تولي طعميها. شوفوا لهنايا حكمت حطيت سكالوب تاعي هذاك اللي تبلته كامل في هذيك المقلات، وبراتيك يا البنات سهله خلاص. شوفوا لهنا طابلي طابلي حمر وطاب الزبده كي هو كي البطاطا بيا خلاص، يعني من برا يجي قرمش ومن الداخل يجي طري خلاص. شوفوا يشهي يا البنات، يشهي يكون في الجنه خاصه صحاب الريجيم بلا زيت بلا حتى حاجه، طيبه لكم روعه. الفريتاز هذه كما قلت لكم راهي من عند لاكازا دالجيري، الكبيره 5 اطرات 16190 والصغيره 15190 توصيل مجاني لكامل الولايات. نخلي لكم هنا النيميرو تاعهم في الشاشه اللي حاب تشري ولا تواصل بهم، الكونتيتي راهي قليله يا البنات صحاب الريجيم، غير ديروا لافير. اما بالنسبه لهذوك اصبروا شويه خليه يدير ساعه جماعه الريجيم. المهم انا شوفوا كيف راكم تشوفوا، حطيت الفليفله نتاعي مع الطوماطيش هذيك وخليتها. شوفوا لهنايا ما تطوليش بزاف الفلفل، وتقدروا نتوما تطلعوا عليه ما يتحرك لكمش بطبيعه الحال. شوفوا لهنايا طليت عليه، وتقدروا ديروا الوقت هكا باش تكونوا هانيين. لهنايا هذه قليت فيها الدنيا كامل على ضربه واحده، من بعد تقدروا تمسحوها ولا تغسلوها بكل سهوله. شوفوا لهنايا شوفوا الفلفل تاعي كيفاه جا، القشره تاعو طار وحدها، اون ديري راكي مقليتيه ولا جا بنين، ما بان مقلي ما بان مشويه،
والله هايل. الا انا حكمت نحيد الفلفل تاعي كامل وحبيت نقصو دي مرسو صغار. الا هنايا ما حبيتش نحيلو القشور كامل خاطرش البنه تاعو كامل راح تجي في القشره هذيك. اللي تنحى نحيت له هو الطماطم يعني اللي خرجوا باينين شوفوا نحيتهم، واللي بقاو كما حكمت قصيت كلش مع بعضها بالطريقه هذه. جربوها راح تجي هايله وبنينه. ومن بعد درت عليها رشه ملح وفيلمان. هذا ما كان يعني الملح تقدروا ديروه قبل لا تلوحوه ولا كي تخرجوه. فوالا شوفوا لهنايا درت لهم صحن تاعهم وحدهم، وانا درت صحن تاعي وحدي هكا باش ما ناكلش بزاف. درت لهنا حبه خياره باش نشبع. لي فريت ما كثرتش، على بالكم لي فريت ماهمش ملاح للريجيم. درت شويه حميص وسكالوب راه مليح للريجيم. فرات بلا شي خبز يعني هكا راهو قليل. ولهنايا درت كاس تاع ما درت فيه لي طونش لهنايا تاع القارص هكا باش ينحي لي هذوك السموم اللي راه في الجسم. فوالا شوفوا هذه فريتاز راهي من لا ماكروبيس كما شفتوها. الله يبارك هذه تهز 5 لترات تاع عائليه يعني كبيره، والصغيره تاعها تهز 3.5 ما شاء الله عليها يعني دير بزاف حوايج. انا درت فيها البوراك بقيت بلا راس يعني رمضان هذا بربي ان شاء الله اذا حب ربي ندير فيها فرات يعني بلا زيت بلا حتى حاجه كيما يحب الخاطر، خاصه حنا اللي مرض الكولو يبقى الزيت يتقاطر وكلش وكلش ليدام شربه بليدام كلش بليدام. هذه واو توب يعني. شوفوا البنات اللي تشراتها وجربتها تبعث لي في الانستغرام ولا فيسبوك وتقول لي باللي راهو البوراك جاني توب والقيال جاني توب. يعني امانه راهي توب 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 حاجه واو. انا كون ما كانتش توب ما بقاش نصبح نقول لكم توب توب توب، خاصه جماعه الريجيم انا بان لي اختراع في الشباب. شوفوا لهنا وخاصه كي يكون حاجه جديده، كي تخرج حاجه جديده تخرج الكاليتي تاعها بيه ومليحه، ومن بعد مع الوقت تولي الكاليتي ياكو على بالكم ليسونسيال بروفيتيو. فوالا درك راح نخليكم مع واحد الفيديو هكا راح نهضر لكم فيه ونختتموا فيه. لهنا حبيت نهضر لكم شويه بلا مونتاج. شوفوا لهنايا اكبر غلطه انها وحده تكون سمينه بصحتها قادره الله يبارك وتنقز على الحبل. نقز 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 نقول لك يا اختي اللحم تاعك راح يترهل، وثاني راح رجليك ما تنجمش توقفي عليهم خاطرش البوار زايد بزاف. انا عندي الحبل هذا ملي كنت ساعات نصوتي عليه خاطرش انا البوار تاعي ساعه هك ساعه هك. انا يا البنات ماني سمينه في مخ، كي نقول لكم ماني سمينه انا صح نقول اني سمينه، مي ماني سمينه هذيك تاع سمينه المفرقعه. انا راني صويله الله يبارك، راني متر 74 الله يبارك، مي ما نبانش كي عاد بنبونه هك شويه. ليسونسيال يعني اللي يشوفوني لبرا يقولوا لي اوه طويله هاجر ما حطيناكش طويله حطينا قصيره وسمينه. مي لا لا التليفون ولا الكاميرا تبينك ملبزه في بعضك. ليسونسيال انا سمينه لازم ندير لا تايم ما فيهاش. المهم قلت لكم، وثاني الناس اللي يقولوا لي هاجر كي تربي في الدواء نقول لكم لا لا يا حبيباتي ما نكونوش جهال وما نكونوش اغبياء ونستغباو بعضنا. الدواء كي نشربوه راهو اللحم تاعنا يتنفخ ويدير الماء، وثاني الوجه تاعنا يتنفخ ويبنبن. انا وجهي راهو ضعيف يا البنات اذا شفتوه، لاباس عليه الحمد لله عندي الخدود مي ضعيف وجهي. ليسونسيال شوفوا لهنايا درت الحبل هذا، كي نحس روحي بلي راني سمنت بزاف ما نصوتش عليه، كي نحس روحي بلي الكور تاعي راهو مليح نقز عليه. كيما الكولو كي نوض لكم الكولو تكونوا مرات ديروا الريجيم، كي يرتاح الكولو ابداو خبزوا كولو. قاعده هذه نتاعي انا. وثاني الريجيم، الريجيم ماهوش نروحو نديرو ما ناكلو والو، هذاك هو الريجيم ونقتلو رواحنا، هذاك يولي سوء تغذية ويولي الريجيم ما يحكمش فيكم. أنا علاه راني قاعدة نحكي، أنا ما درتش الإرادة علاه، أنا راني مولفة ديفون ديال الريجيم، درت مرة على الكولو ضعفت خلاص، وأنا ملي كنت قلت لكم كنت ضعيفة وسمنت غير كي رحت للجامعة من الماكلة والرقاد. مي باش ديرو ريجيم صحي لازم ريجيم صحي، صعيب الريجيم صحي يا البنات، لازم تاكلو في الغدا يا طو يا بيض يا سكالوب بلا شي زيت. هذا في الغداء لازم تاكلوا سلطه، لازم تاكلوا السناك يا الفاكهه، الصباح لازم تفطروا مليح. يعني الريجيم راهو تاكلوا اكثر من ما ماهوش ريجيم ولكن صحي. اللي راح يقول لي عكس هذا نقول لك راك تضر في روحك. السبور لازم تنقصوا في الماكله وتاكلوا ماكله صحيه وديروا سبور. السبور يعني لازم ديروا سبور تحرقوا على الاقل نص ساعه هذوك تاع كارديو، على الاقل يعني نص ساعه ديروا تسخينات كيما نقولوا حنا، ومن بعد ديروا تيليشارجي واحد لابليكاسيون درك نعطيها لكم لهنا تخرج لكم لهنا. انا راني تيليشارجيتها وتكتبوا فيها قداه البوا تاعكم وقداه وين حابين توصلوا. وثاني ديروا الحركات هذوك، مثلا تحبي تنحي الكرش ديريها، تحبي ديري الفاس ايسونسيال انت ديري على البلاصه اللي تحتاجيها، البلاصه اللي تحتاجيها تخيريها وهكا ديري السبور تاعك. هذا ما كان بالنسبه للماكله، تقدروا تاكلوا الحريره، المهم تنحيوا الخبز تنحيوا الكسرات تنحيوا الغازوز موناد تنحيوا الجيت تنحيوا هذوك كامل. تاكلوا خضره مفوره تاكلوا ليجيم خاطرش اصلا حنايا ما حناش ناكلوا اصلا من اساسه مليح ما نعرفوش ناكلوا. المهم هكا ورحنا مخبزين. المهم نقصوا كي نحيوا الخبز والغازوز نحيوهم نهائي،
نهائي نحيوهم. كولوا شوفوا اول ما تبداو نحيو الخبز والغازوز نحيوهم نهائي وكولوا ديروا في طبسي صغير قيسكم مخطاش كي تاكلوا في الجماعه تاكلوا ما تفيقوش. هذه مبدئيا يعني كيفاه نبداو الريجيم نقصوا بشوي. بعد 3 ايام يا البنات كي تنحيوا الخبز والغازوز وبديتوا تاكلوا في الطبسي هذاك وحدكم عودوا نقصوا الكميه نقصوه ومن بعد تدخلوا في الريجيم الصحي اللي هو تنوضي صباح تاكلي حاجه صحيه ومن بعد تشربي تيزانه يا نعناع يا المهم اي تيزانه متوفره عندك. وقت الغداء لازم تاكلي يا طورت الزيت نحي لها الزيت يا تاكلي فيه سكالوب يا تاكلي بروتين مع شويه سلطه هذو لازم. مع العشيه لازم تدي سناك اللي هو فيه فاكهه وكلش ومع العشيه قبل الستة تاكلي وصاي ترقدي في لمن الماكله تاع العشيه تكون خفيفه خلاص يا فاكهه يا حبه يا اورج فيها عصره قارص ليسونسييل. هذا هو الريجيم يا البنات اللي قلت لكم الريجيم انكم لازم تاكلو ماهوش حرمان الريجيم خطاش انا يسييت عن تجربه. اليوم اللي ننوي فيه ندير الريجيم هذاك تاع الحرمان هذاك المتقطع ما ناكلش خلاص نوصل للموت مي كي ندير نحي الخبز نحي الغازوز ناكل كميه عفوا يا البنات نحي الخبز نحي الغازوز ناكل كميه صغيره الفم نلقى نتيجه كبيره جربوه ان شاء الله تلقاو فايده. اما بالنسبه لي سقساوني على القهوه هذيك الخضراء لقيتي نتيجه هاجر ولا ما لقيتيش نقول لكم ما نجمتش نكمل فيها وهي تحب نتيجه ماهيش في يوم ويومين مي طعمتها يا البنات قرف تعيي ايماجين تحطيها في المتبات الغدوه ما نجمت لهاش قلبي هرب منها. انا حاجه كيما ما نجم لهاش ما نكملش فيها لا غالب جربتها يوم يومين ثلاثه صاي قلبي راح يخرج حبستها يا البنات وليت للسبور وش راح نقول لكم والريجيم هذا ما كان دقيقه نعطي لكم اللبسه اللي راني ندير بها سبور. بالنسبه للبسه لازم تكون حاجه يا البنات ما تكونش واسعه لازم تكون حاجه تضم عليكم هكا باش الكور تاعكم ما يترهلش. شوفوا لهنا عندي هذا جاي كورتي يا البنات ماهوش حتى لتحت هكا باش نلقى راحتي فيه ها كيف هيجي فوالا ها كيف جاي هذا ندير فيه سبور ويجي على الكور ضابط جي يعني ضيق الكور يجبد الكور حاكم مليح تلقاي فيه راحتك انا نلقى فيه راحتي كي ندير فيه سبور. شريتو نمهم شريتو 100000 نسيت بشحال شريتو يا البنات عنده مده بصح ملي شريتو تقريبا عام مش عام اكزاكت مي تقريب شوف هاو كيف جا هذا ندير فيه سبور ومن الفوق ثاني لازم حاجه ضيقه وباه تسخنو تعرقوها ندير بهذا ها هو كي ندير به سبور هكا باش تديو مامتوما فكره اللي حاب يدير سبور ولا يعني سبور ماهوش غير للسمان يا البنات. انا ملي كنت صغيره كنت ندير سبور كنت انا الاولى كنت نلعب باسكت كي عاد طويله نمشي نلعب باسكت ملي كنت ندير سبور انا يعني غير كي رحت الجامعه مع اليوتيوب مع الاخر وليت كراكت الدار الفيديوهات ما عنديش وقت بزاف يعني تحتمت عليا اني نحي بزاف حوايج في حياتي وهي اكبر غلطه انك تسمحي في حاجه على جال حاجه لازم تنظمي وقتك كيما انا دوك عاطيه يعني وقتي كامل محسوب لليوتيوب مانيش منظمه حياتي قد ما نكذبش عليكم مي لازم يعني نويت ان شاء الله باذن الله ننظم حياتي لي فيديو بار اكزومبل ندير لهم ايام معينين نعود نعيش حياتي بيا خلاص نحي هذه ندير هذه ليسونسييل فوالا. اليوم راني بارطاجيت معكم واش نلبس على بالي خياتي وتحبوا تستفادوا كلش عطيت لكم بلي الحبل صوتيو به مليح اللي صوتي بالحبل خاصه الضعاف يعني صوتيو به ما تسمعونش اصلا حنا في الدار ما نخرجوا ما والو ما عندناش وين نديروا لا مارش على الاقل نقزو نصوتيو بالحبل نقزو بالحبل نصوتيو بالحبل حنا نقولوا نصوتيو وفوالا. هذه هي يعني هذا هو الفيديو تاع اليوم حبيت نبارطاجي معكم هكا شويه احوايج ما نتوما باه تديو افكار باه تديو الماكله تاع الريجيم ثاني بارطاجيت معكم هذيك اللي طيب بلا زيت هايله يا البنات صراحه ما نكذبش عليكم هايله طيب كلش بلا زيت وخاصه الشكشوكه تاعها بلا زيت ولا اروع خاصه صحاب اللي ما يديروش اللي يديروا الريجيم ثاني من بلا ريجيم يعني قادرين ديروا فيها نقص زيت ولا غير اقتصاديه بيخلص. وهكا كان الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم حبيت ندير لكم فيديو من النوع هذا باش نخرج شويه من المحتوى وثاني باش نحطكم في الصوره واش راني ندير واش ما رانيش ندير حابه ندير لكم يومياتي خاصه بعد ما قالوا لي ديري ريجيم ومن هنا وانتي سمينه ماني سمينه يا محاينكم وا تقولوا لي سمينه حطيت روحي ضخمه ومن بعد انا كيش تروحي في المرايه لبستكم درجه ني تهب الله الله تحبوني ما نزيدش لبسك ناظر غير نتوسخر البنات وصلنا نهايه لا فيديو مرحبا بكم في الانستغرام تاعي هاجر جيجه نحبكم وليكم وحشه كبيره ما تفضش باي. قبل نقول لكم باي حبيت نقول لكم برك قولوا لي نتوما الريجيم اللي راكم تعتمدوا فيه باه ديروه
قولوا لي باش هكا كامل نديو افكار على بعضنا وكامل نشوفو باش نهزو هكا على بعضنا. ليسونسيال باي، تلقاو في فيديو قادم.